الطقس كتير محيرنا وعم بضله متقلب هالفترة، رح نشوف سوا. إذن الطقس المتقلب نسفياً إذا فينا نقول بعده مستمر معنا ومكمل للأيام اللي جاية. الليلة متوقعين شوية أمطار خفيفة ومتفرقة ببعض المناطق. الليلة الحرارة ببيروت عم توصل لـ 14 درجة، 5 درجات بالبقاع، 0 بالأرز و10 درجات بطرابلس. بكرة الطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئياً. بكرة الارتفاع بدرجات الحرارة وخاصة ببيروت عم توصل لـ 23 درجة، 6 درجات بالأرز، 17 درجة بالبقاع و22 درجة بطرابلس. الريح لبكرة عم تكون شمالية شرقية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المياه 18 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55 و80%. طقس الأيام اللي جاية على الشكل التالي. إذا نهار الأربعاء طقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة 23 درجة، ارتفاع إضافي لل 24 درجة لنهار الخميس، الطقس مكمل قليل الغيوم لغائم جزئيا. لنهار الجمعة انخفاض لل 21 درجة. نهار الجمعة متوقعين نشهد أمطار متفرقة، ولنهار السبت الحرارة على انخفاض عم توصل للعشرين درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. هيدا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. عودة لعند ماريو ورمي. شكرا فاديا.